لعيد عمال المعادن، وتضمن المعرض لوحات فنية ومجسمات تعبر عن الخصوصية الموريتانية وتجسد واقع الشغيلة. ضمن الفعاليات المخلدة لعيد عمال المعادن في مدينة واديبو، يأتي تنظيم حفل انطلاقة معرض للفن التشكيلي المقام من طرف الرابطة الثقافية والرياضة لسنين بحي كنصادو، والذي يستمر على مدى يومين. تظاهرة شكلت فرصة لصاحب المعرض لوضع هذا النشاط الثقافي والفني في إطار مظاهر الإبداع على مستوى العاصمة الاقتصادية. نمارس هذا الفن تقريبا منذ نعومة أظافري، ودائما لما يخليني نعد المعرض هو أني نعرف البيئة اللي أنا فيها، ما يمشجع أقبال على 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 مثل هاي المعارض. قارنعت مثلا في شركة سنيم، الحمد لله فيها قدر من الناس اللي واعي، شجعني ذاك على نعد المعرض. بعد ذلك قام الحضور برئاسة مستشار والي داخلة واديبو السيد محمد المصطفى أولي المختار بجولة داخل محتويات هذا المعرض، التي شملت لوحات فنية تعبر عن الخصوصية الموريتانية كما تجسد هموم الشغيلة، فضلا عن أخرى ترصد الواقع العربي. كما ضم هذا المعرض الفني قسما للمنحوتات، شمل منارة للمسجد الشنقيط ترمز إلى الإشعاع العلمي والثقافي لبلادنا الذي عرف به علماؤنا وسفراؤنا في الخارج أينما حلوا وارتحلوا. انطباعات زوار المعرض جاءت لتؤكد قيمة الإبداع وضرورة تشجيع مختلف المواهب الشابة. والمعرض كونه خلق بحد ذاته هذا ضايف شي الموريتاني بهذي، ما قد خلق معرض كيف تسابقه، فاتح افق جديد الموريتاني وفاتح شي للشباب الموريتاني ينشطوا. فعلا فيه إضافة جديدة للتنوع اللي النشاطات اللي هون قليل ما نجبر حد يعدل لنا معرض كيفتو تبارك الله، اللي يوحي فيه ياسر من المواضيع، يتناول فيه ياسر من المواضيع اللي تهم الساحة وتهم الناس والتراث. العرض عرض مهم جدا ورسالة مهمة للشباب اللي عنده موهبة مدفونة، كلام الشاب عنده موهبة مدفونة يقع نتيجة لانشغالات العمل ما هو جاب الوقت وأخرها. وكانت بداية هذه التظاهرة قد شهدت عرض فيديو يتناول قصة الزميل إسحاق والمختار الذي يقبع تحت الأسر باستخدام رسم ثلاثي الأبعاد على إيقاع المؤثرات الصوتية، وهو ما لاقى استحسانا من قبل الحاضرين لهذا المعرض.